قال فإن عجز عنه، يعني عجز عن الذهاب للحج لعذر ككبر أو مرض، تمكن تضيف إليها أو حبس سجن مثلا أو مرافقة مريض مثلا ملازمة مريض، أي سبب من الأسباب منعه من الذهاب إلى الحج. هذه الأعذار، المرض نوعان، هناك مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. يعني مرض ممكن السنة الجاية يعني تشفى أو بعد شهرين أو شهر، لكن الآن ما تستطيع. هناك أمراض لا، مرض مزمن والطبيب يقول، يعني احنا نتكلم عن المعجزات، نتكلم عن الواقع، الطبيب يقول اليوم كذا كل شهر مثلا راح يزيد المرض، يعني السنة الجاية القادمة سيكون المرض إيش أشد، فإذا كان عاجزا هذه السنة فالسنة القادمة من بابي أولى، والكبر من بابي أولى كذلك. إذا الآن ما يقدر يحج لأنه كبير، السنة الجاية سيصير إيش أكبر. فالمرض الذي لا يرجى برؤه والكبير جدا فهذا لا يستطيع الحج، لكن إذا كان المرض يرجى برؤه يقول ينتظر للسنة القادمة ما ينيب عنه أحدا. إذا كان محبوسا ويرجى يعني خروجه من السجن أيضا يقال له إيش لا انتظر حتى تخرج من السجن وتحج، لا يقيم نائبا. إذا من الذي يقيم نائبا؟ الذي وصل إلى مرحلة شبه يأس أنه يصل إلى بيت الله ليؤدي فريضة الحج. قال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا، يعني خلاص أنت ما تقدر تحج وما حجيت تنيب عنك، شخص يحج عنك إما بتبرع يحج متبرعا وإما بمال تدفعه له، تتكفل بحجته أو تعطيه مالا ليؤدي فريضة الحج عنك.